بليال بحري المنقف وانا مري وات الحروف والنيوات واليبل يا اخوك بتشعين هذا بسمرة وغافات هيل هيلي وقليال هيلي مال هيلي يا مالي هيلي يا مالي. عزز في نفوسهم الإيمان، طبع في قلوبهم الشجاعة والإقدام، غرس في وجدانهم الصبر والمروءة والتضحية والإيثار. كان هذا حال البحر مع أهل الإمارات حين أقبلوا على اقتحام لجته وارتياد مجاهله وسبر أغواره. كانوا يؤمنون عن يقين بأن البحر هبة الله إليهم منذ قديم الزمان، ورد ذكره في الكتاب المكنون. محدثنا إبراهيم عبد الله أحمد الزوي الشحي، أحد الذين كانوا يجاورون البحر منذ طفولته الأولى ليترعرع ويكبر على ساحله. أنا من يوم عمري 7 سنين في هذا البحر صغار، ما يودون البحر وياهم، ما عندنا مهنة غير هذه. أول جاسم الحبيشي هذا نوخدان نسمينا خدان، هو علمنا البحر، والهنياوي عبيد الله يرحمه علمنا البحر، بعد اللي علمنا البحر يضربون ضرب هذا حبل يربطون فيه المداف يوم ينقر ويوم ينقص وماشي عندي يا بل القصة هذا يضربونك فيها، ليش ما تجيب حبل حق الميداف؟ ترى نقص الميداف بعد شو نسوي؟ هل بالخشب؟ جاسم الحبيشي واحد، أيا الفروخ يسمونهم واحد، البديوي واحد، الشحي واحد، بنو اسمه ونغردقه واحد، هاي اللي اتم الخشب مال الاوامل هذه كلهم هذه، واليوم مساكين كلهم راحوا ابو حنبلو هذه ابوهم راح الله يرحمه، والهنياوي عبيد الله يرحمه عبيد بن يوسف، هذه كلهم اول هذا البحر من هني لليزيرة ما زعاب، هذا نحن الراس خيمة بس هني حن وخور خوير وشأم، هذا بحرنا نحن مني بحرنا بس ما نروح بعيد، لأن ما عندنا مكاين أول كله تيديف، نوصل يزيرة نوصل شأم كله تيديف نصبح ماشي كل رياضة عندنا. مصدر لكسب العيش وطلب الرزق، نعم كان البحر، ومصدرا كذلك للحكمة والصبر والاعتماد على النفس، رؤية قد يتفق حولها الكثيرون، بيد أن لكل تجربته الخاصة التي تحدد مدى الإيمان بذلك ومدى الإصرار على مغالبة الصعاب ومواجهة التحدي لوقت قد يقصر أو يطول تبعا لقدراته وطاقاته. الدغوة نضغي القباب نضغي الأومة نضغي البياح نضغي أي سمكة في البحر نضغيها، نروح الصبح الفجر والليلة المغرب العصر، يعني متى ما نخلص أي أول نضغي الآملة القباب هذه، وإذا حصلنا أومة دغينا الأومة أول لغيناها وعقب ضربناها فوق وهرناها فوق يلسناها وعقب شليناها فوق ظهورنا وديناها فوق نيبسها وعقب ما نيبس لفناها عقب ما نلوفها يبناها الرمس هنا البلاد. أول ما في سيارات أبدا ما عدنا أدان ما هو دوق ماشي، يعني حملناها بالخشب من برا بالظهر منها
نصب الموي، واذا ما موي يبنى الخشب خور عندنا داخل مني نحن، يبنى الخشب من داخل شواحفها الصغار، وشليناه فوق طهورنا مزام كبار هاي دسوء، ونشيلهم فوق من البر هذاك فوق البحر بعيد عندنا نحن بالساحل، ونجيبها الى الخور هني وننزلها. يبناها حملناها بالخشب ويبناها البلاد هني، ونزلناها بالبخاخير، بخاخير يسمونها هذا اول فوق البحر الى البحر، ونزلناها بالبخاخير ويشراي عقب يشراي ما شاد شو الشراي ياخذ انه الفلوس ماشي، يعني يمكن 100 شار يسمونهم 100 شار جوا 100 صير، يمكن 50 ربية 20 ربية 30 ربية، ووزناها من غير وزناها وشلوها. يوم عدين الفجر رحنا، وإذا حصلنا سمك دغينا يبناه، وإذا ما حصلنا ما نصير نرجع، ولا ندغي الخور هنا في الخور احنا ايام القيب نسكر في الليل، سكار نسميه سكار، في الليل نسكر، سكرنا في الليل والصباح نحن يبنا. منو يشيل السمك؟ حرمات يا ابو الصينيه والمزماه والجفيروي، حملوا السمك فوق رسب، حد يصير راس خيمه مريض يبيع، وحد يصير الله يبيع السمك، هذا السمك الصغار. والمهم شو كم الربعات؟ سمي ربع من الكيلو، الكيلو كم؟ قروني ما لحقت اللي انت قروني، والقرو والربع هذا اربع قرونيات، اربع الربع يعني المن يطلع لك شو ربي هاي المن يطلع السمك، ويقول انت مشو روح، اللي خاص خاص واللي باعوا روح، يعني شو بتحصل لك يوم بتركب طول النهار طول النهار ما تحصل لك 20 30 ربي ما تحصل بالشهر، اسكت ما تحصل شيء. للصيد مواسم ترتبط بأنواع الأسماك التي يعرفها الصيادون ويقدرون أحجامها وأوزانها وأسعارها، ويعدون لكل منها عدته وعتاده، يفرقون بين موسم وموسم من حالة البحر ولون الماء، وبين الليل والنهار الزاعم والعربي، نوعان من الصيد يرتبطان بفصول السنة ولون مياه البحر خلال كل هذه المواسم. يينا هنا يعني الصيف نجيب القابطة، نجيب البتحة، نجيب الصافية، نجيب الشأم، نجيب كل سمكة نجيبها من البر هنا، هذا أيام اليوم، أيام اليوم هذا الوقت هذا في البر هذا نجيبها. الحين البياحة خلصت، الحين أول البياحة حياتنا خلصت، الحين يسمونه سنكسر، الحين هذا موسم، الموسم هذا وما الحداقة ترى هذا كل اسمك هذه الحمراء، السندانة، الكوفرة، الشعري، هذا الحين الحداق هذا اللي يصير الحداق. ايام الشتاء القباب والأومة، صيد الليل سمكه اتي البر هدو، ليل لا ظلام تضغيها حتى بالبر وتيب لك، ان يوم عندك الحين روح ضغى ما تحصلها ردت بحر، لان النهار سمكه تشتاف القوه في الليل نشوفه سحر نشوفه مثل الضوء، لا أبقى بالقوة.
تفنتها القرفة، البكوة، الزردية، الخباط، الضلع، الشعم، يعني من كل اسمك، حتى الجندواح هذا الجد الصغير كلش يفندونها. قال هذه شل فلاني، هذه شل فلاني، هذه شل فلاني، فندوها. يوقف بالصدر هناك يشوف يدق، قال هذا خباط كان أد سأخر وأنه ودغوا في الليل. يا أبو الصيد الليل، هذا صيد الليل وصيد النهار ما تحصله. الحين روح طالع في الليل في النهار ماشي هيك ما تحصل شيء في الليل. صيادون على الأرض وصيادون من السماء، دعاهم البحر إلى مائدته بكرم وسخاء، قدم لكل منهم ما يطيب له من أنواع الأسماك: الجش، الخباط، الهامور، الدردمان، أحبها الصيادون من البشر، وأنواع أخرى من الأسماك تحبها الطيور. الذين يأتون إلى هنا يأتون للاستزادة من المعرفة. في هذا الصندوق سر التغيير. أهلا بك في رحلة التغيير يا مصطفى. الحين أدانيز برا، مهب الخور هنا نطلع برا. شوف الطير هذا نسميه مرشاق، نحن يشوف الأمة بالقوة يضرب. قلنا هذا أمة غازرة، أنه ما هو فوق غازرة تحت بالقوة، ويصير فوق يطلع ويخر، لأن الأمة ما هو بقربة، الأمة بالقوة أنا ويبا بيصير له لازم. والقباب هذا من يطلع من الخور مني قال أشوف زوايم، الطير يسمونها زوايم، قال يلي يلي طير، والطير وكل القباب تحته يفندونه، من القباب إلى الضلع إلى البكو. قال لي هذا كل بكو ما في قباب، أكيل قباب هناك منك شرج القباب. يوم يوم القبابة تطلع يشوفونها، قالوا هاي القباب العدل، يعني بو إليها محملين والليخ بالميان، قطبة والليخ هايدة، واحد صار غرب واحد صار شرج وقحم، ويروها فوق ظهرهم. كم قحمات؟ 10 8 9 مواصل أول، والموصل 70 باع اسم الموصل. ويرى الآملة هذه، هاي الاسم القبابة، تشوف القبابة ده هي داخل الدور شوف بالحضار هذاك بالألياخ كله الدور فيه، إذا تشوف لها خلل مكان واحد ما تحصلها بمرة. واحد يطلع يرجع بالمحمل يتلي يطالع يجلع الألياخ ويجلع هذا قال لي خلل إدنا خوان بالاعتاد ما في هبد. هاي خذر ترى لرسمك تضربها بليلة وتطلع، وإذا ما في شيء كله صاحي تات من تشوف تفتر بالأتات ظهرت فوق غفت. بس الآملة يرونها وهي قدام الألياخ واقفة تقول مربوطة بحبال، هاي دم مغفية لين يسيح. قال هوس
دش واحد وهوس إلى المسو وسيحوا وطلعوا السمك فوق. قالوا أمه مرشاق يضرب الأمه ها قال من ضغى ودغينا الأمه بعد من غير كان أصر الأصر ما أصر هذا ويعني يستوي لك الليل وانت ويا هذا البحر وفائدة ماشي فايدة غير فائدة الله. العاملة والشاحوف محامل الصيد كلها صنعت من نبات الأرض من أخشاب ألفت الماء وألفها الماء، عرفوا كيف يستخدمونها ومتى يستخدمونها وكيف يعدونها للعودة إلى الماء بعد كل رحلة تمخر عباب الموج وتعود بخيرات البحر التي عرفوا كذلك كيف يحافظون عليها في البر في وقت لم تكن تقنية التبريد متاحة للصيادين. أوليونا هالبطرايد من الآن ويوم من حتى من بضبي هل بالارتشاف هذه من حتى من بضبي ويشترون السمك منه شقوه وحطوه على الارتشاب وروح أيام اشتهاده وكل بلاد اللي يبيع كل بلاد يبيع لين يوصل من كمان وخلص. نحن شو نسوي؟ طلعنا لقتات فوق ويبسناه. قال شوية شو سوي؟ صاروا احنا صبيان لقطوا حشيش ما حشيش هذا بالبحر فوق يابس هرم ما هرم وكودوا. قال يلا شوف شقوا بالقباب وحطوه تحت ولبقوا الشوية نضيت الشوية. قال حمل الحبال جابوا الخشب فوق وحملوا الحبال وخلصوا. قال يلا شل الشوية شلوها وغمصوها بالبحر وحطوها. هذا ميرن ملح هذا ملح ما فيه غمصوها في البحر ويلسوها. جاب المزود مزود مثل الشنطة هذه مزود تمر فيها حطوا التمر وحطوا السمك سمك وتمر كلوا خلصوا. وإذا حصلنا أومة نيبس ونهلك وياها ونتأب ونجلب ونلوف ونكود ونشيلها فوق ظهرنا ونقبرها ونجيبها ونحطيها بالبخار أقب بعدين يل الشراي وشراها بالبخار وبقناها لي. يونا تجار من دبي من دبي يونا واشترون أن الأومة منه ونحن نسوي ميزان بعد ميزان هنا والوزن حصاه من يبلها الكبر وزن يسمونها أشر تمنة هاي أشرة وحطوها والمزماها المثل يوزون الأومة وزنها قال أبر وكل أشر تم كان يعني 20 من 30 من وكل أشر تم كان يعني 20 من 30 من فوق شلة يأبرون لهم وحدة بلاش. هاي قال لي هاي 100 شارجة هاي 100 صير هذه وخذوها شلوها. يعني ايش ضنكا ايش ناضيك ضنك حين تغيب التقنية بقدراتها المدهشة وتنعدم الأدوات التي تعين الإنسان على أداء واجباته وقضاء حوائجه يصبح عقل الإنسان وقلبه وفطرته يصبح حدسه ومداركه وحواسه أدوات يعتمد عليها في فهم العالم من حوله والتعرف على خباياه وأسراره. هكذا كان حدسهم وفطرتهم وخبراتهم الخاصة دليلهم إلى فهم جغرافيا المكان واتجاهات الإبحار. الموسم اليوم السايبة كله غربي غربي من الصبح إلى الظهر من يأدي الظهر انصرف قدرت الله انصرف الغربي دوق دار الكوس دار الكوس هذا الغربي نحن أول نسميه شباب الخلال. هذه الخلالة
هذا القيض هذا شباب الخلال نسميه، يدور من الصبح الى الظهر، يوم يؤدي الظهر روح دوج دار الكوس. اول خشب ماشي هنا، ماشي سيارات عندنا الا بالكوس هذا. يوم نبى دبي والشارجه وايمان نودي قرضه منه، اول دبي شارجه ماشي نخل اول لنخيل عندنا نحن، احنا عندنا احنا واحنا شوي نودي القيط بشواحيف، هاي اللي صار رطب نودي الشارجه. ما انتم ما لحقتون ادخل الشارجه الاول، الشارجه ما فيها اول فيها ماشي خور. يوميا ما يابسه يعني لحم فوق الخور، ويوك هذين اللي بقول اشترون الرطب، يوك وشلوا عنك الرطب اشتروا يسفوا ودوا. انت لين تكبر الماي وتطلع دشيت الخور داخل الشارجه ماشي مينه، ماشي الشارجه اول ماشي رطب هناك ماشي، مو لا دبي ولا الشارجه ولا مكان الا احنا يودون الرطب بالموسم اللولو، يودون الرطب اللولو هي يدون ودون من هناك شر مغرب وكله بخشب. بعد اذا سايبه غربي تيدر القيض وتم ويم ترتي سايبه الكوس هذا، يوم يدور لك الكوس روحت. اذا تطلع الصبح الاصل بالشارجه هناك تبيع الرطب مالك. أخذ البحر كثيرين في أسفار ورحلات امتدت إلى بقاع وأماكن بعيدة، في حين تشبث آخرون بمحيطهم القريب يشعرون معه بعمق الانتماء إلى المكان. ومع ذلك كان الخير كثيرا والحصيلة وفيرة. هل هي سجية الوطن المعطاء منذ وقت بعيد ألفها وعرفها أهل البحر؟ هذا حد يكد بالسعودية وبالبحرين سمك، وحد يكد بالكويت. نحن إشنا بالكويت؟ إيش حرة بالكويت إشناها أول سنة البحر بعد الكويت خشب مالنا نحن بعد بعد نجيب الكويت ننزل بالسوق والدلال مالنا واحد كويتي هو يحرق للسمك، يحرق للسمك كم ويود يعني استوت على شوية درجة الدنيا ويجيب يعني كل الحساب نحصل لنا 200 ربية و 300 ربية و 400 ربية نحصل من البحر. سنة كاملة بعد نصير الكويت نصير نروح للبحر نصير البحر. ما حيقول لك وين صرت وين جيت، بيوت نسكنها يوم ذيك المغرب ماشي كنديشن ماشي بنكة نجلس داخل فوق السطوح فوق، والسطوح هذا مال الشيخ الشيخ دعي هاي بالكويت وكلنا فوق السطوح نقعد النوم فوق السطوح. ما حد يقول لك وين صرت وين جيت وين جوازك وين ما ادري ما وين نصير سيدي مرد ما حد يقول لك شيء.